صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1025 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت، ودلوقتي عاوزين نحسن العرض بتاع الاصناف، تمام، علشان نظبط الدنيا على قد ما نقدر بفضل الله. طيب هنا انا هاخد الكلام ده كله كده قط، تمام، وهاجي في ملف الداتابيز اللي بنبني فيه، وهنا جدول الصنف، الكلام ده كله، جدول مندوبين، جدول هواتف، مسميات، حركات الاستخدام، فيو لعرض المندوبين، فيو الاستعلام عن الموظفين، ماشي ماشي. لو سمحت بقى هنا فيو لعرض بيانات الصنف يعني كبير، فهقول له create view اسمه item underscore data as وادي الجملة. عايز تقسم الجملة ياريت تقسمها اهي، دي الحقول اهي بتاعتك كلها اللي انت عايزها، وادي ايه from باللي انت عايزه، where من اللي انت عايزه، سيف، وخد يا عمي ايه الكلام ده كده قبل، واقفل دي وافتح السيكوال سيرفر، افتح لي الداتابيز اللي احنا شغالين عليها بعد الكونكت طبعا، كليك يمين عليها ونيو كويري، وارمي الكويري هنا واعمل اكسكيوت. قال لي خلاص اقفل السيكوال سيرفر خالص. تعالى هنا، ادي يا عم ايه سيلكت استرسك فروم ايتم اندرسكور، خلاص انا طويل البيانات خلاص، يبقى انت ايه خلي كده كده شغلك واحد اهو. لو شغلت والبحث والصنف هتلاقي بفضل الله البيانات عرضت زي الفل، مفيش اي مشكله. المهم تعالى بقى ايه نظبط واحده واحده. هنا طبعا edit columns هنحط الصورة طبعا
صورة الصنف، ودي ايه؟ ودي اد، ماشي. خليها بعد الاسم، خلي الصورة بعد الاسم، ودي اوكي. الصورة نسينا نخلي نوعها يكون ايمج، ايمج اهي. نبدأ بقى من هنا، داتا بروبرتي نيم هنلعب عليها بقى. هات لي الداتابيز، اقفل دي معلش، احنا اخر حاجة ما عملناهاش. الصورة تبقى ايمج، اوكي. هات لي الداتابيز هنا، وهات لي جدول الصنف. ايتم، ماشي. يلا بقى ايتم نمبر، كل ما بتبقى كتيره خدها كوبي بيست احسن. ادي الرقم، ادي يا عم ايه الايتم نمبر ده اللي جاي، صح؟ طيب تاني ايتم نيم، اهو ايتم نيم، صح كده؟ لا، شيل المسافه، وهنا اوعى تكون خدت مسافه، اظبطها بقى هنا. لا، اكتب احسن بايدك. ايتم ايمج هنا، شركه المنشا، كومباني نيم، الحاجات اللي مش فاكرها اخدها كوبي بيست واشيل المسافه دي عشان باخد من نوت باد. وادي عندك المخزن ديفولت ستور، صح؟ ده المخزن ايه، رقم ولا اسم؟ لا، ما انت هنا بقى حدد. شركة المنشأ، بحيث ده يبقى رقم شركة المنشأ، خد بالك ده ايه، رقم شركة المنشأ. ورقم شركة المنشأ ده فيزبل على فرص، ودي شركة المنشأ نفسها، تبقى كومباني نيم، صح كده؟ كومباني نيم. المخزن ده ايه؟ شوف بقى هنا، رقم المخزن، ودي اد، ومش فيزبل، نوت فيزبل، ودي ايه اد، وطلع رقم المخزن هنا كده. رقم المخزن ده ديفولت ستور، ديفولت اندر سكور ستور. وهنا المخزن اللي انت عايزه يتعرض هيجي لك ستور، هيجي لك ستور نيم، ماشي. طيب الوحده نفس القصه، هات لي هنا ايه، رقم الوحده، مصلك هو كده كده جاي ونوت فيزبل برضه، وخليه فوقيه. رقم الوحده هيبقى يونت، جاي هو يونت ولا جاي يونت نمبر ولا يونت ان او؟ تقريبا جاي يونت نمبر، انا جايبه من الايتم، جاي يونت في الفيو، يعني جاي يونت نمبر، هو اسمه في الايتم كده. وهنا الوحده يونت نيم، يونت نيم. حد النواقص مش فاكر مسمينه مينيمم ايه كده، صح؟ المسافة يا عم، اللي بياخدها من بعد ربنا يوصل في الآخر، يبقى فعال البيع is active buy، فعال البيع is active sale أهو. وهنا فعال الشراء is active buy أهو، تمام كده. منع بيع كسور في الآخر، دي بريفنت ايه؟ بريفنت فراكشن، منع بيع كسور. منع الخاص بريفنت ديسكاونت. سعر الشراء وسعر البيع اهو، ده سعر الشراء اهو، ده ايه سعر الايه، سعر البيع. بس انا هدوس اوكي عشان اشوف ايه اللي اتظبط وايه اللي ما اتظبطش. تسجيل الدخول، وادي التقارير، وادي الصنف،
الرقم، اسم الصنف، صورة الصنف، فعال شراء، فعال بيع. في الآخر خالص ما دام مفيش حقول جت زيادة يبقى كده خلاص بفضل الله كله اتظبط. فعال شراء وفعال بيع، خد بالك جايين ترو، جايين ترو من الداتابيس. فعال شراء، فعال بيع، ماشي. ومنع بيع كسور، ماشي. فعال بيع، فعال شراء، فعال بيع، ده عايزه تشيك بوكس. فعال شراء وفعال بيع عايزهم ايه؟ تشيك بوكس. فعال بيع وفعال شراء، ايه تاني؟ نفس الكلام، منع بيع كسور ومنع الخصم، نفس الفكرة برضه. ادي ده تشيك بوكس، وايه ده برضه؟ ايه تشيك بوكس، صح كده؟ وعلى فكرة الصورة، انا عايز الصورة الديفولت بتاعها يكون نوت فيزبل، واعمل اوبشن انا اظهرها بقى، فاهمني؟ اجي هنا كوبي بيست اهو، وجنبي هنا كده، او شوف هتعمله ازاي. ده ايه؟ هيبقى اظهار الصورة، عايز تظهرها بقى براحتك. وادي هنا سي بي اكس شو ايمج، خلاص دبل كليك عليه. هو هنا الصورة هتبقى رقم كام؟ 012، مختفيين 012، هتبقى اندكس باتنين. يبقى الدي جي في سيرش ايتم دوت كولومز رقم 2 دوت فيسيبل، اوكي، بيساوي ايه؟ ترو. لا مش ترو بقى، بيساوي السي بي اكس نفسها حالتها ايه؟ سي بي اكس شو ايمج دوت تشيكت، حسب التشيكت بتاعها. شغل بقى كده، نجرب الكلام ده. ادي البحث، وادي ايه؟ بحث الصنف، الصورة مختفية، ظهر الصورة. انت ظهرت ايه وعملت ايه كده؟ كده ما بتلعبش على الصورة خالص. ازاي يا عم الحاج؟ فين الصورة؟ اهي 012. دي بقى المشكلة بقى بتاعت الداتا جريد فيو، ساعات كده بتتجنن ما تعرفش ازاي. يعني دي صورة الصنف، المفروض 012. طيب اسمه ايه الكولون بتاع صورة الصنف؟ عشان برضو ايه اسمه كده صح؟ لا كولومن. طيب اسمه فين؟ النيم فين يا جدعان؟ النيم اهو كولومن 13، هسميه كول اي ام جي او كول ايتم ايمج. شايف الاسم ده؟ هاخده كوبي وادي اوكي بعد ما سميته. وتعالى هنا ونعمل كده بس عشان نبقى عارفين احنا بننادي على ايه، بدل ما اقعد اعد وهو يخفي ويحسب وانا احسب وهو يحسب بطريقة وانا احسب بطريقة. اهو كده بقت واضحة العملية، ظهر الصورة، انت بقى اللي ظهرتها وكبرت الدنيا. اما ده الطبيعي اهو، شايف عامل ازاي؟ أوه. الرقم، وادي الصنف، فعال شراء، فعال بيع، شركة المنشأ، الكلام ده بس. فكده ايه بيظبط على حسب انت اللي انت طبعا. هو خد بالك ان في جملة استعلام جاية لك وانت هنا مرتب بطريقة، تمام؟ هو تقريبا بيتأثر بجملة الاستعلام يعني. المهم كده بفضل الله عرضنا بيانات الصنف، ولو في اي تحسين بعد كده هنحسن يعني. كده كده اصلا الحاجة بنعملها، وبعد ما بنعملها بنشوف بقى التحسين هيبقى عامل ازاي، نشوف هنحسن نعمل ايه، نشوف هنظبط ايه، نعمل كليك يمين هنا مثلا بحاجة، نظبط حاجة، نحسن بعد كده. لكن لازم نزرع البذرة في الأول عشان نقدر بعد كده نطور عليها بإذن الله. يبقى احنا كده عرضنا بيانات الصنف في شاشة البحث عن الصنف بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما
انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.